بسم الله الرحمن الرحيم. استعرض في هذا الفيديو هناك توجه نحو إنشاء جامعة في الفيوم، وهنا مذكرة التفاهم خطة استثمار. الطرف المالك لخطة الاستثمار شمس مصر للتدريب، شركة مكة سمارت للتدريب، والمشروع مشروع جامعة صقر الفيوم دولة مصر، 4000 طالب سنويا، 8 مليون دولار. طبعا في هذا الفيديو نحن بنشوف عن الابرانتس شيب او التدريب، يعني هنا شركة مكة التدريب او شمس مصر للتدريب، التدريب هو ابرانتس شيب، كيف يتدرب الانسان زي ما في الفيديو اللي موجود معانا، كيف يتدرب او في خطط الدول مثل امريكا وكذا انه تتيح فرص التدريب في المصانع وفي جميع النواحي، زي كأنه الانسان دخل جامعة. فهنا هذه الجامعة الخطة الاستثمارية 4000 طالب لدراسة سنة في الابرنتشيب على نظام التدريب. طبعا هناك مصانع وشركات وشركات صناعة وشركات مقاولات وكذا، يعني طبعا ضربنا مثال هنا وقلنا إبرام اتفاقيات مع جامعات في كل من ماليزيا ودول مجلس أو دول مجلس دول البحر الأحمر اللي هي 8 دول، مصر والسعودية وكذا ممكن الرجوع إليها، يعني هذا مجلس أنشئ حديثا كونسول مشاركة فيه 8 دول، الصناعات وهذا كله إن شاء الله حيشارك. وطبعا في المهام التزامات الطرف المالك الأول 6 شهور هو لإبرام اتفاقيات مع جامعات في ماليزيا، دول بينها وبين يعني الفرص في دول مجلس التعاون، مجلس دول البحر الأحمر 8، فهذا المجلس للتجارة وال أيضا تأهيل. والشركات اللي يعني هنروح لها الجامعات وكذا، كتبنا ماليزيا جامعة سانويلاو، طبعا هذه جامعة في أو شركة سانويلاو في ماليزيا من أضخم الشركات اللي عندها تيم بارك، إذا أحد راح في كوالالمبور فعندها رؤية وعندها أكاديمية، يعني تشبه الديزني لاند تقريبا، يعني ينشئوا ثيم بارك اللي هي معروفة، الثيم بارك زي الديزني لاند. وكمان حيكون التزام الطرف المالك لهذه الاتفاقيات السفر إلى دول مستهدفة ماليزيا والصين، فالصين في برضو جامعات مشاركة مع WIPO اللي هو المنظمة العالمية للابتكارات World. ثم السفر إلى دول مستهدفة مثل بريطانيا خلال 6 أشهر بعقد اتفاقيات تعاونية، تعاون مع الجامعات اللي هي أفليشن جامعات يعني،
وممكن كذلك التواصل مع جيت سمارت، يعني عن طريق جيت سمارت هو المنسق مع جامعات عالمية. طبعا هنا أهم شيء أنه تقريبا لو نقرأ في آخر هذه الحسابات، لأنه اللي يأخذ 80%، طبعا هي السنة تكلف $2000 لأنه تغطي عدد ساعات، والساعة $200، فحيكون في استثمارات أو مشاركات من الشركات الكبرى لدفع إعطاء قرض للطلبة، يعني 4000 طالب في 2000 هذه 8 مليون دولار. طبعا بتستفيد الشركات انه الطالب الملتحق يعمل معاهم اثناء البعثة، يعني اثناء السنة. فهنا حسبنا الساعات وكذا وطلع في امامنا، فقلنا مجموع الدفعات اللي يدفعها الطلبة هي $400. طبعا 4000 هذول مستهدفين ل انهم ينطبق عليهم شروط البعثة، يعني سنة او 4 كوارترات، كل كوارتر 10 اسابيع، في نهاية الكوارتر يحضر في مصر للاختبار، يعني في بداية الكوارتر 2 ساعات تسجيل، وبعدين عندنا 2 للاختبار، يعني 4 أسابيع معانا المرشدين الموجهين مهندسين وكذلك، يعني التسجيل. طبعا بعد ما يكون التمويل أتى جاء، لكن هنا بالأحمر يعني الكل كسبان، يعني الشركات أو الطالب اللي التحق في مدة السنة أو 5 سنين يعمل له، طبعا عنده 2 شهر إجازة، ففي شهر يعمل معاهم أو 1.5 شهر ممكن يعمل معاهم في أبحاث في كذا في الشركة، يعني هو بيدفع، طبعا هم يدفعوا له $8. الطالب يعني كل سنة هياخذ $1600 كاش، لأنه بيعمل طوال اللي هو بيدرس وكمان في الويكند، فعدد الساعات المستهدفة 3,200,000 ساعة، فلو نضربها في $8 طبعا كسبان، كل واحد كسبان، يعني اللي حطوا $8 مليون كسبانين انه اخذوا ناس يتعلموا ويتدربوا عشان يشتغلوا عندهم الساعة $8. طبعا بعد ما يتخرج يعني ينتهي ال5 سنين او السنة، حب يلتزم يكمل في الشركة بعقد جديد، يعني ممكن الشركة تديله $15، لكن اثناء السنة هو جاله عائد $2000، يجيله $2000 طبعا من الساعات اللي عملها. فإذا الطالب يدفع بس كل سنة في البداية $400 للتسجيل، ثم هو كأنه طبعا 5 سنين بحيث انه يعمل ويدرس. طبعا العمل عن بعد، يعني مع الشركة يعمل في كول سنتر كذا، في أشياء يدربوا عليها. فهنا أهمية الأبرانتيسشيب، يعني الكل كسبان،
يعني في عائد سنويا بين الطلبة والممولين 6 مليون، مع انه اللي استثمر 8 مليون للسنة. فستة مليون هذا للطلبة كاش ياخذ، اللي هي عبارة عن أقل من 2000 دولار. يعني هو يتعلم بدل ما يدفع، دفع 400 دولار، يعني تطلع الساعة عنده شيء بسيط. فالمجموع 8 مليون، يعني بالانس شيت. فالبيمنتس اللي بتجي 1.6، وعندنا 6 مليون و200 للطلبة. فالمركز استفاد 8 مليون، يعني صرف 8 مليون. طبعا الشركة استفادت انه اخذت تقريبا اكثر من 2000 لكل واحد، المشتغل لها ساعات اكثر، يعني 2000 على 8 تطلع ساعات قليلة، 2000 دولار. لكن هو بيشتغل ساعات 3200 ساعة، 3 مليون و200 ساعة، نقسمها على 4000، يعني موجودة الساعات أمامنا، يعني نقراها كلها. طبعا إن شاء الله حيبدأ العمل والتنسيق، وكل جامعة تتبنى. الحين عندنا جامعة تحت الإنشاء، وممكن جامعات موجودة تتبنى هذا الموديل. طبعا في الجامعة حتكون على مواصفات مثل كاوست، يعني مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، أبحاثها وكذا، يعني في لابات للزراعة وكذا، لأشياء كثيرة للشركات وكذا، في لابات تسوي فيها التجارب، وتعمل الجامعة كلها بالطاقة الشمسية، تقريبا 100% فريش اير. هذه أول مركز برانتيشيب سنتر للأبحاث يمكن في العالم، يعني حتى في أمريكا ما في، لأنه يعني هم مهم في مركز. طبعا 4000 هذول مثلا هي السعة 400، هذول المنتظمين 4000، معناته أنت بس يختبر يعني عندهم. طبعا الجامعة ممكن تكون موجودة يعني للدراسة في نفس الجامعة، زي تونغي يونيفرسيتي في الصين، يمكن بعد سنتين مظلة طاقة شمسية فتبيع كهرباء. طبعا فيها محلات وريزورتات وكافيتيريا وحاجات كثيرة. شكرا.